رجعنا لكم بعد الفاصل، وزي ما قلنا معانا صفا ميك اب ارتست. اهلا بيك يا صفا، اهلا بيك يا نورتيني. ميرسي. ومعانا استاذه سمر خبيره العنايه بالبشره والشعر. اهلا تمام، بحبتي. نورتيني. وبرده منوره معايا الفقره الثانيه استاذه روعه، اهلا بيكي. اهلا بحضرتك. طيب قولي لي بقى صفا، بالنسبه للميك اب، يعني مثلا انت المفروض اللي هو متعرف عليه ان انا بتابع العروسه، والعروسه المفروض تكلمني قبل الفرح بتاعها تمام. شهر، شهر ونص، شهرين، يعني في المده دي تمام. بتتابعي معاها ازاي بقى؟ اولا هي بتمشي على روتين للبشره انا بقول لها عليه، لازم اشوف الاول البشره بتاعتها واحدد نوع البشره، وبالتالي اقول لها الروتين اللي هتمشي عليه. تمام. ينفع تشوفي صورتها وتقولي لها ده ولا لازم؟ طبعا لازم يكون في صوره مقابله ولا شخصيه. يعني ما ينفعش تبعتلك صوره تقولي دي لا طبعا، بشرتي؟ لان في معظم الكاميرات دلوقتي فيها فلتره، والموبايل بيغير شكل البشره تماما. انا لسه كنت بقول لها الكلام ده، فبالظبط صور نص. ما ينفعش، لازم تقابلي الكلاينت كده فيس تو فيس عشان اعرف بالظبط بشرتها، وفي مثلا واسعه، في حبوب، في تصبغات، في بقع، لازم اشوفها كده واتكلم معاها. تمام. وتقولي لها ايه الروتين اللي هي تمشي عليه؟ طبعا لان كمان في عرايس بيجولي بيكونوا كبار في السن، يعني بيكون في عندهم خطوط تحت العين، تجاعيد. بدايه تجاعيد، فلازم أن تكون قبلها بشهرين ثلاثه ماشيه مع دكتور تجميل او روتين معين عشان الميك اب يبقى شكله احلى. تمام. تمام، يعني احنا نقدر نداري دي، بس طبعا يستحسن ان هي تبدا تعالج من، لا هو الميك اب ما بيداريش التجاعيد، الميك اب بيظهر التجاعيد، فلازم أن يكون في علاج من الاساس. يعني دي فكره خطا ان انا اروح انا لا بتجاعيدي طبعا، بحبوبي هحط ميك اب خلاص؟ لا لا طبعا، لا طبعا، تجاعيد حبوب بتبان، بتبان يعني كل اللي احنا بنشوفه في الصور ده فلتره، لكن في الطبيعه فيس تو فيس انت بتشوفي الحبوب باينه، التجاعيد باينه. احنا شغله الميك اب هو الوان، فهماني؟ انا بداري الوان. تمام. الالوان دي لعبتي، لكن ان انا اداري تجاعيد، ان انا اداري حفر حبوب، استحاله. يعني انا الميك اب بظهر ملامح البشره، بلعب في الالوان، برسم رسمه عين معينه، لكن انا هخفي بقى تماما بقى تجاعيد او حبوب او مشاكل عندي، ده صعب. لازم ان انا اتابع قبلها بفتره مع الميك اب ارتست، همشي على روتين ايه معين، حاجه معينه، بحيث ان انا لما اجي احط ميك اب يكون بشرتي قبل الميك اب وقبل ان انا اظهر نفسي بشكل حلو. بالظبط بالظبط. تمام. حتى كل البنات اللي بييجوا ياخدوا الكورس عندي، فكره ان اهم سؤال بيتسال لي ايه الفاونديشن اللي بيداري الحبوب، الفاونديشن اللي بيداري التجاعيد. يعني المصطلح ده، الفكره دي غلط عند كل البنات. انت كميك اب ارتست مبتدئه او عايزه تبقي بروفيشنال، لازم تفرقي، لازم تكوني فاهمه تمام ان الميك اب مش هيداري تجاعيد، مش هيداري حبوب، مش هيداري حفر. تمام. حتى لو استخدمتي اعظم فاونديشن في الحياه، يعني ايه اكبر مشكله يعني قابلتك بالنسبه للعرايس؟ يعني عروسه جات لك مثلا نقول قبلها بشهر، دي لو هي مشكلتها كبيره الشهر ده بالنسبه له مش وقت. تمام. مش وقت اقدر اعالجها فيه. ايه اكتر مشكله قابلتك مع عروسه؟ معظم المشاكل اللي بتقابلني البشره مفيش اي اهتمام بيها في نقطه الترطيب. الترطيب، الترطيب ثم الترطيب. انا من الناس دي. البنات بتيجي بشرتها يعني عطشانه ترطيب. طبعا سوء تغذيه، قله ميه، فهماني؟ قله ترطيب وعنايه بالبشره. تمام. التنظيف يعني الناس ما بتهتمش بيه كتير، تنظيف البشره ده المفروض ده يحصل يعني تقريبا كل اسبوعين او ثلاثه، يعني استاذه سمر حتى هي تشرح لنا حاجه زي كده، لكن الترطيب ده كل يوم. ده كل يوم. تمام. طب قولي لي بقى استاذه سمر، بالنسبه للناس اللي هي زي اللي هي ما بتهتمش خالص خالص، انا بشرتي جافه بطريقه فظيعه، طبعا بالنسبه لقله الميه، اعمل ايه تنظيف بشره او ترطيب او كل ده، امشي على روتين ايه بحيث ان انا اعالج بشرتي؟ يعني بصي، هو الروتين هيبدا من اول حاجه شرب الميه، طريقه الغذاء بتاعتك تكون كويسه جدا. تمام. هتاكلي خضروات كتير، دي حاجات بتدخل جسمك وجلدك الميه كويس قوي. تمام. هقول لك روتين بسيط كده، انت يوميا يوميا، وشوفي بشرتك بعدها ب60 يوم بالظبط انت عامله ايه. نص كوبايه ميه عليها عصره ليمون الصبح. تمام. دي هتصحي ال ليمون حاجه بسيطه ولا نص ليمون؟ نص ليمونه. نص ليمونه على نص كوبايه ميه. في ناس معدتها بتتعبها. تمام. من الصيدليه نقط فيتامين سي، 6 نقط على الصبح كده في ربع كوبايه ميه او نص كوبايه ميه، دي حاجه كويسه قوي، بتمد البشره بتراوج، انت هتلاحظي الفرق. والنضاره ميه عاديه ولا ميه اللي هي ميه عاديه فيها؟ مية عادية جدا، عادية جدا. تمام. تمام. ابدأي بقى هتغسلي الغسول العادي، كلنا عارفين الغسول العادي، بعد كده التونر، بعد كده المرطب بتاعنا لو الصبح هنحط سان بلوك،
بالليل قبل ما ننام نغسل تونر وغسول، من مش لازم شرط ان انا قبل الميك اب، يعني انا كان عندي فكره ان انا لا 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 خالص قبل الميك اب عشان دي اهم حاجه. دي انت المفروض اصلا ما نحطش ميك اب يا جماعه، والله انت لو عملتي كده انت هتلاقي بشرتك جميله جدا ونضره جدا من غير ما نحط حاجات بسيطه هتخلينا ننسى حوار الميك اب ده. انا لما بيجي بيشن عندي بحط بيعمل جلسه تنظيف اقول لها بالله عليكي بصي نفسك في المرايه وشوفي انت محتاجه ميك اب ولا، هي بترمي الميك اب بتاعها تحطه في شنطتها وتمشي خلاص. انا واثقه من بشرتي، انا نظيفه وجميله ونضره خلاص، انا مش محتاجه حاجه. تمام. يعني الموضوع بتاع نص كوبايه ميه، نص كوبايه ميه محتاجين ورقه وقلم للبنات. يعني اكتب ورا استاذه سمر، لان الحاجات دي خطوات مهمه جدا. استاذه سمر النهارده معانا في الوصفات دي. اول حاجه قلتي عليها نص كوبايه ميه، عليها قطعه ليمون اللي معدته بتتحسس من الليمون. ايوه الحته اللي انا عايزه اقولها تاني. فيتامين سي، ست نقط من الصيدليه، ست نقط يوميا. شوفي بشرتك بعدها ب 60 يوم من الليمون. شوفي بشرتك بعدها ب 60 يوم تمام، امشي عليها مع روتين. اشربي ميه كتير، اشربي ميه كعلاج. لو انت مش عايزه مش حاسه انك شارب هتشربي ميه عشان انت عطشان، اشربي ميه كعلاج، كعلاج لكل حاجه على فكره مش البشره بس. هتستخدمي الغسول المناسب لبشرتك والتونر. والصبح لازم يعني صن بلوك يا جماعه، يعني كل بشره ليها غسول. الصبح لازم صن بلوك. مفيش يعني انا مش مع اللي هو لجميع انواع البشره. انا مع كل حاجه ليها حاجتها بالظبط. ايوه بالليل اهم خطوه بتعمليها انت بشرتك طول ما انت نايمه هي تقدر تستوعب حاجه انت هتحطها لها. هتحط لها ايه؟ حط لها سيرم مغذي، سيرم فيتامين سي. طبعا قبلها بغسول عشان بشرتك تستقبل السيرم صح. يعني اول حاجه غسول، الغسول وبحط عليه سيرم ده قبل ما انام، لان بشرتي قبل ما بنام تبقى مستوعبه اي حاجه بعملها لها. تمام. ويا ريت فيتامين سي قبل ما تقفلي النور بثانيتين. هتطفي النور فيتامين سي ضد الاضاءة اللي هو بالظبط كده. بيقلب بنتيجه عكسيه، هو اصلا جميل جدا للبشره وبيعمل على تفتيح البشره، بس مع الاضاءه بيبقى. ومعلومه كمان، ما احطش فيتامين سي وخلاص انا قفلت نور الاوضه وماسكه الموبايل، عرفت ان الاضاءه بتاعت الموبايل كمان دي غلط. بالظبط، كانك عامله اضاءه كاني مولعه النور. خلاص مفيش كمان. انت بتطفي النور بتنامي خلاص. بشرتك هتستوعب السيرم وهيبقى بشكلك في نضاره، انت نفسك هتحسيها. جربوا يا جماعه بجد بجد، يعني شهرين بس هتختلف بشرتك بطريقه غير طبيعيه. روتين انت لو يعني مرضى السكر والضغط يعني ربنا يعينهم، يوميا بيقوموا الصبح وياخدوا علاجهم. انت مش محتاجه علاج، ده وقايه للبشره ان هي تكون نضره بتحارب بقى كل ده، بيحارب التجاعيد بقى والخطوط وما بيخليش بشرتك فيها اي مشاكل. تمام خلاص، يعني النظام ده امشي عليه بعد 60 يوم نشوف النتيجه. خلاص وهحاول اشرب ميه كتير. حاولي. تمام. قولي لي بقى يا صفاء، بالنسبه للوكات الميك اب او كده، جات لك عروسه مثلا انا عايزه اطبق اللوك ده وهو ما ينفعش معاها؟ كتير خدي من ده كتير. ده واضح ان المشكله دي صعبه قوي. كتير طبعا. يعني جيب لك صوره انا عايزه اطلع زي دي بالظبط. طبعا. طب ما تنفعش ليه؟ الصوره اللي هي جايباها مختلفه عن وشها، يعني هي شافت مثلا لوك معين او موديل مثلا معينه. انت مختلفه، رسمه عينك انت مختلفه عن رسمه عين الموديل. تمام. بس طبعا انا بقنع الكلاين باللي انا بقوله له. يعني المشكله مش في الوان، المشكله في رسمه العين او حاجه ملامحك غير ملامحها. طبعاً. فممكن رسمه عين ما تنفعش معاكي انت. طبعا تنفع مع هي مختاره اللوك، هي مقتنعه باللوك كامل وجايه تقول لك انا نفذيهولي. فهماني؟ بتكون مقتنعه بيه بالوانه، برسمه الحاجب، برسمه العين، كل حاجه. انت فاهمه؟ طيب. فانا بحاول ان انا اتكلم معاها، لا مش هينفع، احنا ممكن ننفذ الالوان دي بس على اللي يناسبك. تمام. طيب حصل ان هي لا معلش نفذي لي انا عايزه ده وصممت ولا بتقنع؟ لا اي بصي اي عروسه او اي عميله بتكون هي جايه واثقه فيكي. تمام. هي جايه على اسمك وجايه واثقه فيكي. بيبقى ليها رايها ولازم رايها يحترم ولازم تقعدي تتكلمي معاها. فهماني؟ لكن هي بتكون خلاص مسلمه لك نفسها. موضوع العامل النفسي مهم جدا ما انا كنت عايزه اسالك قابل معاكي يا روعه الموضوع لازم ده. لازم نقعد نتكلم مع بعض كتير 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 في كل حاجه بقى. سواء ميك اب، سواء بروتين، قبلك سواء برضو المشكله صبرة. الصعبه اللي معاها دي تقول لك انا عايزه ده. قابلنا كلنا. قابلنا كلنا. يعني تيجي تقول لك اللوك ده انا عايزاه انفذه لك. ايوه. لازم اقعد كده اهيئها نفسيا زي الدكتور النفسي. تتكلمي معاها. يوم الزفاف العامل النفسي للعروسه مهم جدا. ايوه فاهم. وازاي الميك اب ارتست تكون تعرف تتعامل نفسيا مع العروسه ده مهم جدا. يعني في زمايل في المهنه ممكن يقلبوا اليوم العروسه بسبب النفسيه وبسبب التوتر اللي ما بينهم.
ايوه هي فعلا بتبقى عايزه تطلع باحسن شكل. ما احنا بنمنعها من حاجات كتير قوي العروسه. كلمي يا صفا عن بتخلي العروسه عامله ازاي في اليوم ده بعيد عن اي توتر. لازم تتعاملي معاها نفسيا يعني. لازم ما تتقبلي توترها ما يعني ما فيش نرفزه بقى عليها. تاخديها بالراحه. هي في اليوم ده هي بتبقى خلاص يعني بي اور نوت تو بي. تعرفي اليوم ده اكتر حاجه بتوتر العرايس لما بيكونوا موجودين ان حد يبقى معاهم والموبايل معاهم. هي دي مشكله فعلا. دي حاجه انا برفضها تماما. ولا موبايل في ايدك ولا حد من قرايبك اصحابك ضحك وفرفشوكي مش عارفه ايه. تمام. لكن حد من قرايبك لا. ايوه فعلا. تماما. تفضل تقول لك فعلا ده عن تجربه. هي حاجه فعلا مستفزه يعني. انت جايه لي ده شغل يعني اكيد برضو دوت. هي نفسها لو ما فيش اي حاجه خالص هي متوتره طبيعي. وهي كده كده يعني هي معايا في الاوضه بتاعتي بتاعت الميك اب تكون الكلاين لوحده بس ما فيش اي مخلوق جوه انا وهي فقط. تمام. أيوة. هي لوحدها بتكون متوتره من غير اي شيء. ممكن يكون في اي حاجه في الحياه وهي اللي هو كده متوتره. طبعا وده طبيعي. ده طبيعي على اي بنت في اليوم ده ان هي تكون متوتره. بتختاري الالوان ازاي يا صفا؟ بختار الالوان بناء على الفستان. بناء على لون بشرتها. بناء على الهير دريسر اللي بيكون معاها سواء هي هتعمل فورمه حاجه في شعرها او هي هتعمل لفه الحجاب هيبقى شكله عامل ازاي. ولون بشرتها الاول والاساسي. يعني انا ممكن لو هعمل فورمه شعر الالوان تتغير؟ طبعا. طب ازاي؟ مش كل فورمه بيليق عليها الوان معينه. في فورمه بتبقى في الوان ناطقه عليها جدا. انت فاهماني؟ وده بقى بيبقى اختيار الميك اب ارتست والهير دريسر اللي بيبقى معاه. فاهماني؟ يعني مثلا هنقول في الوان بتطفي الشعر وبالذات لو في صبغه في الشعر. فهماني؟ لا انا لو اوكي لو صبغه في الوان اكيد هبعد عنها. بالظبط. لكن لو فورمه شعر مثلا قصدك مثلا هي اوفر قوي او باينه قوي بهدي انا الالوان بتاعتي. بالظبط والعكس صحيح. لو عامله شنيو عامله حركات الميك اب بيكون هادي. لو الميك اب صارخ الشنيو بتاعها بيكون رقيق شويه. تمام. وفي عرايس بتبقى طالبه سيمبل في كل حاجه. في الشعر وفي اللوك في كل حاجه. معانا مداخله تليفونيه. مدام ايمان. الو مدام ايمان. السلام عليكم. وعليكم السلام. لو سمحتي ممكن تعيدي الوصفه بتاعت نضاره البشره والتجاعيد تاني؟ الوصفه بتاعت نضاره البشره. تمام اوكي أيه. هنعيدها تاني. طب عندك سؤال طيب لاستاذه سمر؟ اي حاجه بشره اي حاجه؟ انا عندي البشره يعني مش مظبوطه خالص. وشي زي ما يكون دبلان كده. يعني تشربي ميه كتير؟ اشمرار يعني. جافه ولا؟ تشربي ميه؟ ايوه. تشربي ميه كتير؟ هي قصدي سمر بتسالك. اتفضلي. معلش يا سمر ممكن تسمعينا من التليفون؟ تمام. قصدي سمر معاكي بتقولك بتشربي ميه كتير؟ ماشي حاضر. بتشربي ولا لا؟ ماشي شكرا ليكي. هي واضح ان هي ما بتشربش ميه كتير. هي موضوع الدبلان برضو ده يعني قولي لي يا استاذ سمر يعني طيب انا بشرتي دبلانه برضو حلها برضو شرب الميه؟ لا هو على فكره في ساعات بتبقى اسباب داخليه ممكن تكون عندها لخبطه في الهرمونات عندها مشاكل هي بتاخد ادويه عندها حاجه نقص فيتامين معين بيسبب ان بهتان البشره يعني مش كل حاجه بتبقى خارجيه ممكن تكون هي بتستخدم حاجات وهي فاكره ان هي ماشيه على نظام كويس جدا بس حاجات غير مناسبه لبشرتها اصلا. استخدامات حاجات بتستخدمها زي بتستخدمها ممكن تستخدم غسول وكل اللي احنا مشينا عليه بس غير ملائم لبشرتها يديها نتيجه عكسيه. تمام. وكانت طالبه برضو مدام ايمان ان احنا نعيد لها الوصفه بتاعت الميه. هي نص كوبايه ميه. هي نص كوبايه ميه عليها نص ليمونه لو في ناس بتحسس من الليمون. من الصيدليه نقط فيتامين سي حطي ست نقط في الربع كوبايه او نص كوبايه واشربيها لمده 60 يوم هتلاقي فرق يعني فرق شاسع في البشره. زائد طبعا نظام الغسول والتونر وبعد كده الصن بلوك لو انت خارجه بره في الشمس وكده لان دي اهم حاجه يعني في وقايه منه كمان انك يحصل فيه بقع من ضمن المشاكل البقع والاسمرار اللي بتبقى موجوده بيبقى عدم استخدام غسول صن بلوك. بيحصل لي لو انا خارجه من غير ما احط حاجه لو انت خارجه من غير ما تحطي حاطه ميك اب اوكي برضه هيحصل كده لو انت مش حاطه صن بلوك لو من غير ميك اب ومش حاطه صن بلوك هيحصل برضه بقع للبشره. تمام. يعني الاسمرار حوالين الفم والبقع دي والبقع اللي بتبقى موجوده من غير صن بلوك. تمام ده اهم حاجه. انت هحط ميك اب مش هحط لازم صن بلوك لازم صن بلوك.
في بعض الصن بلوك الموجوده في الصيدليات بيبقى فيها نسبه زي فاونديشن بيبي حاجه يعني تلائم خروجك الصبح لو انت يعني حابه انك تحطي ميك اب، بس برضو خليه دايما خفيف يعني ميك الصبح بيبقى الدنيا هاديه شويه. سؤال مهم بقى، متخصصه بشره بتسال ازاي اقدر اعقم ادواتي بعد مثلا لو هي اتعاملت مع مريضه بهاء؟ السؤال ده عايزين نعرف اجابته. ماشي، هو عامه مريض البهاء مش مرض معدي خالص ولا فيروسي ولا بكتيري ولا فطري خالص، هو مرض مناعي ملوش اي علاقه بالعدوى، يعني احنا نسلم عليهم ونتعامل معاهم عادي جدا ونستخدم الادوات بتاعتهم مفيش اي مشكله. هو مرض مناعي، هو بيحصل خلل في المناعه وفي الاجسام بتعمل زي تكسير خلايا صبغيه فبيعمل بيؤدي المرض ده، لكن ملوش علاقه خالص بالعدوى او اي حاجه. الحاجات اللي انت تخافي منها اللي هي العدوى الفيروسيه والبكتيريه والفطريه. هي كانت بتتكلم على تعقيم، والتعقيم اهم يعني اهم هي حاجه عايزة في الجلسه ملوش علاقه هي بقى عايزه تعرف هتعقم ازاي، هي بتسال ما هي قصدها ان كده انا بتعقم هي هي خايفه من مريض البهاق لا يكون في عدوى، هو ما فيهوش عدوى، هي الفكره ان هو احنا في بعض البنات بيبقوا يعني اول ما بيشوف مريض بهاق طبعا فاكرين ان ده لو سلم عليه مثلا ممكن العدوى، هي مش عدوى هو مرض مناعي، فبالتالي لما نيجي نعقم هنعقم زي اي بيشن بيجي، احنا كده كده لازم تعقيم، لازم مع كل بتعقم عادي جدا مع بعد كل حاله لازم تعقيم لادواتك. سمر هي بتسال تعقم أيوة ازاي؟ ايوه هي قصدها ما تعقمش لان مريض البهاء ده هي مش عدوى، بتقول التعقيم لمريض البهاق فقط. انا بتكلم عن مريض بهاق، فانا وضحت لها ان المريض بهاق مش عدوى، يعني مش عدوى عشان اعقم كده كده انا لازم اعقم كده كده لازم يكون عندي، طالما انا خبيره بشره او متخصصه بشره لازم يكون عندي جهاز تعقيم بعقم كل ادواتي بعد اي جلسه. تمام، زائد ان انا بشتغل بكون معقمه نفسي، بعقم بغسله دي كويس، لابسه الجلافز بتاعي مع كل خطوه مع العميل بغير الجلافز عشان احنا داخلين على مرحله تانية، مش هفضل، ما ينفعش ان انا هفضل الجلسه كامله بجلافز واحد. انت دلوقتي مثلا شغاله بتخرجي الدهون او البثور الموجوده في البشره، خلصتي المرحله دي تقلعي الجلافز بتاعك وتلبسي جلافز تاني عشان خاطر تبداي مرحله تانية وتوزيع بقى الماسكات والشغل بالاجهزه. تمام، يعني بتعامل التعقيم اساسي مع اي حاله، مريض البهاق زي اي حد موجود معانا هو ليس مرض معدي، هو مرض مناعي ملوش علاقه بالعدوى. تمام، طيب حابه تقولنا على روتين تاني او حاجه نمشي عليها او وصفات تانية؟ بصي انا اقول لك عشان سالت على كذا حاجه، الشفايف دايما بيبقى فيها غمقان وشور خاصه في الشتاء، وبرده في الصيف برده نقص من اهمها نقص الميه. هقول على ماسك بسيط كده صغير كله ممكن يعمله في البيت، يعمله يوم بعد يوم. شفايف بعمله للشفايف. للشفايف حاجه بسيطه جدا، هتكتبه يعني اللي عايز يكتب هو يعني هيبقى ربع معلقه سكر وربع معلقة قرفة وعصرة ليمون وربع معلقة عسل. طيب. هتوزعي الماسك على الشفايف وتستني تلت ساعة نص ساعة وبعد كده تفركيها بحركة دائرية. تمام؟ بعد ما اسيبها ربع ساعة ونص ساعة؟ بعد ما تسيبيها نص ساعة، ده ماسك المفروض ان احنا بنعمله مثلا مرتين في الاسبوع لو هي عندها مشكله، لو هي ما عندهاش مشكله ممكن مره في الاسبوع. مشكله اللي هي القشور بتتكون عندها كتير، لونها باهت، دي بتدي فوليوم وبتدي يعني حلو موضوع الفوليوم ده جدا، وبتخلي الشفايف شكلها صحي والقشور طبعا بتتقشر لان انت خلاص انت بتتابعيها. تمام، طب عشان الماسك ده سالت عليه كتير. بتاع القهوه ده مش هينفع اعمله ببشرتي؟ لا القهوه لازم تعمليها ببشرتك، قهوه جميله مش للبشره. مش قصدي حوالين شفايفي بس، يعني ممكن سكراب تاني نفس انا الماسك الحاجات؟ اللي انا قلته للشفايف. ايوه انا بسال بقى، عايزه استخدم سكراب القهوه للبشره احط عليه ايه؟ احطي عليه سكر، يعني قهوه وسكر بس. قهوه وسكر بس، نقطه زيتون، زيت زيتون ونقطه زيت زيتون. تمام، يبقى جميل ورائع وبيدي تفتيح جميل ونعمر البشره بطريقه. تمام، نرجع بقى لصفا. قولي يا صفا، عايزه اسال سؤال معين كده، ده بيواجهني انا بس يعني خصوصا يعني الكونتور. ايه الفرق بين الكونتور البودر والكونتور الكريمي؟ طيب، هو الكونتور الكريمي او خلينا نتكلم عن قاعده ثابته كده في الميك اب، اي حاجه كريمي نقدر نغيرها ونقدر نصلحها، اي حاجه بودر ما اقدرش ان انا العب فيها، وبرده اي حاجه كريمي لازم اثبتها ببودر. صح،
فاهماني؟ يعني لا غنى عن الكونتور الكريمي ولا غنى عن الكونتور البودر. يعني بتسوي الاثنين؟ طبعا الاثنين لازم يستخدموا، دي حاجه كريمي عايزه لازم تثبت على البشره، فهثبتيها ازاي؟ ببودر. ممكن لوز باودر فهماني؟ لا ولا كونتور باودر. الكونتور البودر. اه طب انا استخدام شخصي مش هستخدم كونتور كريمي. لا تستخدمي كونتور كريمي وتستخدمي كونتور بودر. ده لازم يثبت، ده ملهاش علاقه بقى انت تزودي تتقلي تعملي كونتور خفيف تعملي كونتور تقيل كونتور بالليل غير كونتور الصبح، فاهماني؟ لكن احنا دلوقتي بنتكلم عن قواعد ثابته للميك اب. طيب. اللي هو الكونتور الكريمي واي حاجه كريمي لازم تثبت ببودر. طيب عشان انا بس فاشله في موضوع الميك اب ده شويه. كونتور البودر انا بستخدمه بحسه ولا كاني بعمل حاجه، يبقى عشان كده لازم معاه اساس كريمي. انت حطي اساس الكريمي الاول وبعد كده ثبتيه ببودر، هتلاقي الافكت واضح جدا وتحفه جدا وجميل جدا. لكن هتحطي ده لوحده مع الدمج مش هتلاقيه، ما بلاقوش فعلا. هتحطي الكريم لوحده مع الدمج مش هتلاقيه، هتحطي البودر لوحده مع الدمج مش هتلاقيه. فهماني؟ فلازم الاثنين مع بعض. يعني فكره غلط، انا كنت فاكره مثلا ان كريمي لا لازم لوك او ان انا عايزه حاجه بان او لازم لوك. طريقه الكونتور نفسها انت ممكن تنزلي الصبح تروحي الشغل وتعملي كونتور على فكره. ازاي بقى؟ بيبقى حاجه خفيفه حاجه بسيطه، انا بنحت الوش وبحدده. هنحت وشي كله برضو بس بطريقه معينه غير بس لو بطريقه معينه غير بتاعه بقى لوك السهره، فهماني؟ طيب. لكن انا ممكن اعمل كونتور في اي وقت. لا انا عايزاكي مره معانا يكون معانا موديل كده. كان في موديلز فعلا بس يعني تاخير في الطريق النهارده. عايز تتعود ان شاء الله. حلقه ثانيه احنا في مشكله برضو ثانيه بتقابلنا كتير في مع اي ميك اب ارتست، لو اي واحده بتركب على ست لاول مره. مدام صفا بقى تتكلم بنعمل معاها ايه؟ انا شفتها بنفسي. بصي هو مبدئيا اي عميله عايزه تلبس لينسز يوم الفرح وهي ما لبستش لينسز في حياتها، تمام؟ او طيب. عندها حساسيه او هي بتتكهرب منها عامه، لازم تحط لها، لازم يكون عندك في الشنطه بتاعه الميك اب قطره مرطبه. سولو فريش بقى، فريش لوك، اي حاجه فيها ترطيب، تمام؟ بتحط لها القطره ترطب لها عينيها. اللينز نفسها لازم تكون بايته في القطره ما يقرب من 6 ساعات. لو هي لاول مره ولا لاي عروسه؟ لاي عروسه، بس احنا بنزود شويه في اللي هي يعني اول مره قوي يعني بنهتم قوي باللي هي اول مره، لان هي بالنسبه لها لا عيني ولا مش هينفع ولا مش عارفه اركب اللينسز. طب خلاص ركبتيها حساسيه وتنطر في العين وتطلع بره وتحطيها تاني، مشكله كبيره. طبعا تركب اول حاجه قبل الميك اب. لا انا قصدي ما بتدمعش بعد كده يعني؟ الدمع بنسيبها بقى شويه. بتحط لها القطره قبل وبحط لها القطره بعد، وتهدى خالص اللانسز تعمل معاها وهي يعني تاخد وقتها. اصلا اول ما بتحطها لا انا مش شايفه، لا انا في حاجه غريبه. حتى وسيول دموع بقى. حتى لو هي استخدمت براند هو ملوش علاقه. يعني ملهاش علاقه اللانسز كوبي اوريجينال براند مش براند، هي عشان اول مره فتلاقيها الدنيا مش واضحه بالنسبه لها. تمام، بشكرك جدا يا استاذه صفا، نورتيني. استاذه روعه نورتيني طبعا. وطبعا ننبه تاني على موضوع ان خلاص خلاص ولا عشان كنت عايزه اسال استاذه سمر على حاجه ولا الوقت خلاص؟ طب ممكن تساليها بسرعه؟ طب بس هو السؤال هيطول شويه. لا للاسف وقتنا خلص، انا اسفه معلش. نورتيني استاذه سمر، وميرسي جدا على الوصفات اللي حضرتك قلتيها دي. انا نفسي اول واحده يعني هنتظم عليها ان شاء الله، ونشوف بعد 60 يوم باذن الله. نورتوني، ميرسي. ان شاء الله نتقابل اليوم الثلاث الجاي الساعه 2 مع استاذه روعه. شكرا.